طيب خلينا كابتن استاذنكم نروح لارض الملعب وزملائي الاعزاء كريم احمد وهنا بالقاسم من ارض الملعب ينقلنا الاجواء. اتفضل يا كريم. برحب بيك طبعا في البدايه كابتننا كابتن هيثم السعيد وكل التحيه ايضا كمان لكابتننا الكبار كابتن ممدوح اسماعيل وكابتن احمد زكريا، وايضا كمان برحب بيك هنا النهارده. يمكن مباراه جيده النهارده بنتمناها ان شاء الله نشوفها على صاله الامير عبد الله الفيصل، الاهلي واهلي يوبلس. مباريات صعبه بالنسبه الحقيقه لفريق النادي الاهلي الكره الطائره، لكن معودينا بادائهم الرائع والمميز جدا 3-0 النتائج حتى هذه اللحظه. بنامل ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في ادائه المميز ويكون ايضا كمان نقاط المباراه من نصيب النادي الاهلي. برحب بيك هنا النهارده. برحب بيك يا كريم، برحب بيك كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني خلاص دقائق قليلة بتفصلنا عن بداية المباراة، مباراة الأهلي وهليوبلس ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري والدور التمهيدي. يعني حتى الآن زي ما قال زميلي كريم النادي الأهلي ماشي بخطى ثابتة جدا، بيفوز في جميع المباريات. يعني بالتفصيل هنتكلم عن مباريات الذهاب، قدر يفوز على الإعلاميين ظهور اسكندرية للبترول هليوبلس وسبورتنج، أما عن مباريات العودة قدر أيضا يفوز على الإعلاميين وظهور. تم طبعا تأجيل مباراة اسكندرية للبترول بسبب سوء الأحوال الجوية اللي كان المفروض تقام يوم الجمعة الماضي. متبقي ليه في الدور التمهيدي مباراتين، مباراة النهاردة أمام هليوبلس وأيضا المباراة الأخيرة هتكون أمام سبورتينج. يعني بنتمنى طبعا لفريقنا كل التوفيق وتحقيق اللقب الخامس على التوالي من بطولة الدوري، ويمكن ده هدف الفريق في الوقت ده. كمان حابة أقول لكم إنه إن شاء الله بعد كده هيتأهل أول 3 من الأربع مجموعات، وهيعملوا بعد كده مجموعتين كل الفرق هتلاعب الفرق اللي ما واجهتهاش في الدور التمهيدي، وان شاء الله الاهلي هيكون من هذه الفرق. يعني طبعا يا زميلي كريم النادي اي نادي بيواجه النادي الاهلي بيكون على اتم استعدادات، كلمنا بقى عن استعدادات فريق هليوبلس لمباراه اليوم. بالتاكيد طبعا هنا وكابتن هيثم، طبعا انت عارف مش معنى النتيجه تكون 3-0 هي تكون مباريات سهله، لكن الحقيقه يمكن المباراه الاولى اللي جمعت هليوبلس في صاله هليوبلس انتهت ب 3-0، لكن كان في نديه كبيره جدا لان الحقيقه في هذه المباراه تحضير كمان الجاي جدا، لان احنا الحقيقه النادي الاهلي يمتاز بالمجموعه الرائعه جدا، الشباب والخبره متواجدين في فريق الكره الطائره، وايضا كمان الجهاز الفني على اعلى مستوى سواء الكابتن ميدو مصلحي كابتن تامر تايجر كابتن محمود جمعه الحقيقه قايمين بدور كبير جدا، والخبرات الحقيقه كمان اللي متواجده مع فريق النادي الاهلي عبد الله عبد السلام وايضا كمان احمد صلاح، الحقيقه الكل بيجتهد بشكل كبير جدا. النادي الاهلي الحقيقه في الكره الطائره مميز بشكل كبير جدا، حاصد لكل البطولات اللي بيشارك فيها، فان شاء الله باذن الله يعني مع الادوار القادمه ومع مباراه اليوم النهارده نبدا نشوف بقى الفورمه والتوب فورم بالنسبه ان شاء الله النهارده لفريق النادي الاهلي الكره الطائره. مباراه النهارده بناملها وبنتمناها ان شاء الله الكل طبعا هيتابعها من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، جمهورنا العظيم النهارده هيتابع هذه المباراه، وبنعمل ان شاء الله باذن الله هذه المباراه تكون من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. يعني طبعا يا كابتن هيثم المباراه هتكون بدون جماهير، ده طبعا ايمانا من النادي الاهلي وحفاظا على سلامه الاعضاء. يعني يمكن الجماهير بتكون داعم كبير جدا لكل لاعبين النادي الاهلي، لكن رجال النادي الاهلي ان شاء الله هيكونوا قد المسؤوليه ويقدروا ينهوا المباراه لصالحهم. يمكن كمان خلوني اقول لكم انه حتى الان فازوا في جميع الاشواط، ان شاء الله كمان ينهوا مباراه اليوم بنتيجه 3-0 ويفوزوا في جميع الاشواط. يعني يا كابتن هيثم انا وكريم هنكون معاكم طوال المباراه، وبعد المباراه كمان هيكون في لقاءات خاصه جدا فقط وحصريا على شاشه قناه النادي الاهلي لو عند حضرتك اي استفسارات. كريم احمد وهنا ابو القاسم زملائنا من ارض الملعب بشكركم شكرا جزيلا، الحقيقه انتوا غطيتوا كل الجوانب، وان شاء الله هنتابعكم كمان بعد المباراه عشان لقاءاتنا طبعا الجميله اللي عودتونا بيها باذن الله.